بتعمل ايه يا مصطفى؟ نور؟ لا ده انا كنت بصورهم وهما بيعوموا. بس قولي لي الحلوه كانت رايحه فين؟ اهو بمشي رجلي شويه بدل ما انقعد زي البطه كده. احلى بطه والله. مصطفى ده البطه بقى الطريقه دي ما بحبهاش. طب خلاص خلاص، عارفه يا نور وانت معايا بحس ان كل الدنيا بتضحك عليا. طب خلاص خد تاكل شوكولاته؟ لا شكرا لسه واكله. اللي قولي يا مصطفى عامل ايه يعني مع اخوك؟ لسه بيخنق عليك؟ والله يا نور انا عارف ان هو بيحبني وانا كمان بحبه، بس هو خنيق قوي. عادي كلنا في الهوا سوا. ايه ده؟ ده ابني. انا ده اسمك ايه؟ اسمك اسمك انا كنت بتعمل دور من وشك افتح بيت. انا كنت مسلوق يا معلم. مسلوق ربنا يخليك. وش عملت يا معلم؟ يا حبيبتي تعجزنا ولا ايه؟ انا عارف انا عارف ان بتقل عليكي، بس انا عارف انك طول عمرك شالت هموم ومستحملاني. عادي المره دي عشان خاطري بوعدك بوعدك اول ما نوصل الازق هعمل لك عمره ما حصلتش بالعند في الواد فوزي، هرجعك عروسه احسن من قبل. طلعتي ليه؟ للدرجات دي مش قادره تبعدي عني؟ اه اصل بموت فيه. عايزه اقعد في الشمس شويه. هيثم بيقول لك صورهم كويس. خدامين استاذ هيثم. ايه بقى؟ تفضلي قاعده كده على طول؟ ما تحاوليش تقنعيني انك مش عايزه تنزلي البحر، المايه رهيبه. بصراحه يعني نفسي، بس انا برضه يا يارا بقالي كتير قوي ما نزلتش البحر. وبعدين بقول لك انا على بالي ان جو البحر هيبقى حلوين قوي كده. اتهرجي بجد، يعني من الصبح شايفاكي قاعده مكتفه نفسك، يا بنتي فكي شويه ده يوم، يوم. عادي بقى يارا سيبك مني. بقولك يقوموا معايا على الكابينة جوه. ليه في ايه؟ انا مش هسيبك غير لما اشوفك مقضيها، يعني في الجامعة بشوفك عاملة كده. الله 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 الله، والله فريق ضفادع البشرية طالعين بعد جهد بفولت عالي. كابتن ضفدع تقول لجمهورك يا راجل. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا الحمد لله خدنا 3 فولت وعرفنا نسال الجمهور بيجري ورانا في كل حته، والماتش كان سجاير رايح جاي، والحمد لله الخواجه كان قاري الماتش كويس وخد له عايزه. ويا ترى يا كابتن قعدتك احتياطي ما كانتش مضايقاك؟ ايه الغلاسه دي؟ على فكره ما بتكلمش مع الاعلام. مش هتقدر تغمض عينيك.